هذه لوحة بعتز فيها. انتظار الفرج عبادة. شكري أبو بكر ينتظر مصيره، ومصيره بيد 12 شخصا هم هيئة محلفين في مدينة دالاس تكساس، ستقرر ما إذا كان شكري والجمعية التي ساهم في إنشائها جمعية الأرض المقدسة مذنبين. التهمة من وزارة العدل الأمريكية هي أن الجمعية قدمت مساعدات مادية لمؤسسات تابعة لحماس والمصنفة للمنظمة الإرهابية في الولايات المتحدة. القرار سيعلن صباح الاثنين بالتوقيت المحلي. تنصت عن طريق اللي هو الميكروفونات في داخل مكتبي الخاص في المؤسسة وداخل غرفة الاجتماعات. تصوري 10 سنوات من هذه المتابعة الدقيقة، لم تستطع الحكومة أن تأتي بمكالمة واحدة أو تصريح واحد سواء داخلي خاص بيني وبين أحد من الناس على التليفون أو في المكتب يتكلم عن دعم حماس أو إيثار حماس على غيرها أو دعم الفكر الجهادي أو الدعوة إلى دمار إسرائيل أو الدعوة إلى القضاء على الشعب اليهودي. كل ذلك كان غائباً. قضية جمعية الأرض المقدسة والتي كانت من أكبر الجمعيات الخيرية الإسلامية هنا أصبحت من أشهر الأمثلة على الخطوات التي اتخذتها إدارة بوش بعد 11 من سبتمبر باسم مكافحة الإرهاب في الداخل، فقد أغلقت بأمر تنفيذي من الرئيس بوش بعد 3 أشهر من أحداث سبتمبر. في عام 2004 قامت وزارة العدل باتهام القائمين بالتآمر، التهمة التي تحمل عقوبة تتراوح بين 17 عام إلى الحياة. The Holy Land Foundation is not accused of any violence or act of destruction. They are being charged with feeding, clothing, educating the wrong children, Palestinians. This case is unprecedented in the U.S. courtroom. It is based on secret evidence supplied by a foreign government, stretching the rules of evidence to absurdity. القضية هزت الجالية المسلمة في دالاس التي اجتمعت قبل يوم من إصدار الحكم لمؤازرة المتهمين وللدعاء. فإننا نظن بك أنك ستبرئ إخواننا يا رب العالمين وتخلصهم وتنجيهم من الظالمين، اللهم هذا الظن بك يا رب العالمين. أتمنى لنفسي الحرية، أريد أن أكون حول أولادي وزوجتي ووالدي وإخواني وهذه الجالية، لأني عندي المزيد من العطاء الذي ممكن أقدمه، لكن لو قدر الله يعني شاءت الأقدار أنه يكون غير ذلك سأبقى مرفوع الرأس. ويبدو أن هناك أمل، فقد تداولت هيئة المحلفين ل19 يوما، وهي أطول مدة في تاريخ الولاية، الأمر الذي يشير في العادة إلى ميل الهيئة لصالح المتهمين. الحكومة كذلك لم تستطع إلا أن تأتي ب17 اسما لأشخاص ساعدتهم الجمعية لهم علاقة بحماس، كما أنها لم تستطع إثبات أن جمعية الأرض المقدسة فضلتهم عن غيرهم من الفقراء واليتامى التي كانت تساعدهم. فهذا اليوم عملت الحجارة هذه. ولغاية الإعلان عن القرار يحاول شكري والمتهمين الآخرين الاستمتاع بالأنشطة اليومية التي قد تسلب منهم إن وجدوا مذنبين. منى الشقائق العربية، دالاس تكساس.